وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة المتحدة، حيث سيشارك في قمة لمجموعة السبع في المحطة الأولى من جولة أوروبية سيلتقي خلالها بنظيره الروسي فلاديمير بوتين. ومن المقرر أن يلقي بايدن بعد قليل كلمة أمام عناصر سلاح الجو الأمريكي، على أن يعقد غدا الخميس لقاء ثنائيا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. تستغرق رحلة بايدن 8 أيام، وتهدف لإعادة بناء العلاقات عبر الأطلسي التي توترت خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، كما تهدف لإعادة صياغة العلاقات مع روسيا. ليبارككم الرب ويبارك جنودنا وأسرهم. والآن يسرني بترحيب بالمتحدث التالي، شخص يعرف كيف يكون جزء من أسرة عسكرية، سيدني غلاسكوك. سيدني، أعرف وقد ترعرعت ابنة لشخصين من الجيش، فيه تحديات لكنه يساعدك على أن تصبح الشخص الذي أنت عليه اليوم، شخص يحمل فخرا ومنظورا جيدا للعالم ويتمكن من Thank you, Dr. Biden, for the introduction, all the support you've shown for our military families, and your amazing words tonight. Let's give her another round of applause.